الصدر وتستمر الاشواط الرئيسية في هذا اليوم في هذا اللقاء الاخوي الكبير بين ابناء الخليج في جوهرة الميادين. شجاع العتيبي يتواصل بثالث الاشواط. شكرا مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير. من هنا من على ارضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة مع تحديات سن اللقايا في هذا المساء وانطلاقة شوطنا الثالث وشوط الرئيسي للقاية. الانتاج وجائزة نقدية قيمة للفائز بالمركز الاول وتسعيرة هجن الشحانية. اتقدم مباشرة مع المركز الاول من تحت للصدارة والانطلاق الاول النويعس بشعار خالد بن ناصر بن راشد بن مقارح. يقدم لنا النويعس مع المركز الاول ومع اول الاسماء حاضرا مع النويعس مع المركز الاول. المركز الثاني الوصول والقدوم من ثاني الاسماء سنة محمد بن علي بن حمد بن قريع المري. يقدم لنا سنة مع المركز الثاني. والمركز الثالث الوصول من مظنونة حمد بن زيد بن علي الشراب. يقدم لنا مظنونة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت وزن مع المركز الرابع بشعار ناصر بن محمد بن ناصر بن لخن. يقدم لنا وزن ولكن غيرت شان مع المركز الرابع. وحمد بن سالم بن علي بن جهويل يقدم لنا شان مع المركز الرابع. المركز الخامس هذه هي ثرى بشعار بن قطامي مسعود بن سالم بن محمد ألف هيده المري. يقدم لنا ثرى مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط الرئيسي في شوط اللقاية. الانتاج العودة إلى الإمبراطور وشعار العودة إلى الإمبراطور وشعار العودة إلى سنة العودة إلى سنة ومحمد بن علي بن حمد بن قريع المري. ولكن راعي النويعس يصل مع النويعس وخالد بن ناصر بن راشد بن مقارح يقدم لنا النويعس بذكريات هذا الشعار الكبير حاضرا في شوط الانتاج مع النويعس وشعارها. ولكن غيرت هنا مظنونة وغير الشراب غيرت مظنونة وانطلق الشراب وحمد بن زيد بن علي الشراب المري. يقدم لنا مظنونة المركز الرابع. وصل بن قطامي مع انطلاقته وتحديات ثرى مسعود بن سالم بن محمد بن قطامي المري. يقدم لنا ثرى مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وصلت شان بشعار حمد بن سالم بن علي بن جهويل. يقدم لنا شان ولكن يا سلام يا شوط الانتاج انطلق بن قريع مع سنة على اول الاسماء باحثا عن الشوط الرئيسي مع انطلاقة هذا الشعار الكبير. محمد بن علي بن حمد بن قريع المري انطلق مع المركز الاول ولكن الشراب مع مظنونة مع المركز الثاني حمد بن زيد بن علي الشراب. ولكن راقب هدافه وجاء
جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة وشعاري بن قطامي حاضر، وشعاري بن قطامي حاضر مع تحديات ثرى ثرى مع المركز الثالث النجوم وشعاره، النجوم وشعاره. وصل شعاري بن جبران مع الواصلة الواصلة الواصلة، وصل شعار النجوم. ولكن الامبراطور 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 انطلق مع سنة، انطلق مع سنة، سنة الامبراطور، سنة الامبراطور، سنة الامبراطور. ولكن بوشريدة 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 مع هدافة هدافة وسنة سنة وهدافة الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة الامتار الخطيرة ما بين شعار بوشريدة ما بين شعار الامبراطور. ولكن سنة سنة الامبراطور سنة الامبراطور سنة الامبراطور. سلام يا بن قريح، سلام سلام يا بن قريح، سلام يا مالك سنة محمد بن علي بن حمد بن قريح المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هدافة جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة. المركز الثالث المركز الثالث شواهين سعد بن محمد بن سعيد آل بريص المري. المركز الرابع الواصلة جابر بن سالم بن جابر بن جبران. المركز الخامس كانت شواهين. المركز الخامس كانت مظنونة حمد بن زيد بن علي الشراب. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان لمالك سنة محمد بن علي بن حمد بن قريع المري وشعار الامبراطور الحاضر دائما وابدا مع الاشواط الرئيسية. هذا الشعار الكبير 5:54 95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك محمد لمالك سنة محمد بن علي بن حمد بن قريع المري. المركز الثاني المركز الثاني هداف جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة. 5:55 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث شواهين سعد بن محمد بن سعيد آل بريص المري. التوقيت الزمني توقيت شواهين الحاصلة على المركز الثالث 5:58 59 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهانينا لمالك سنة محمد بن علي بن حمد بن قريع المري وشعار الامبراطور الحاضر دائما وابدا مع الاشواط.